مجد الدين، اهلا وسهلا بحضرتك. أنا يا فندم، أهلا وسهلا. باشمهندس، عايزين حضرتك تكلمنا عن إقامة المؤتمر النهاردة والأهداف المرجوة منه. الحقيقة احنا فكرنا في جمعية رجال الأعمال المصريين ولجنة الصناعة ان احنا لازم يبقى لنا دور في المرحلة الحالية. احنا كلنا مرينا بمرحلة اقتصادية كانت صعبة شوية في الفترة السابقة، الصناعة بالذات كان عندها معاناة، انما الحمد لله الأمور بدأت تتحسن وبدأنا نفكر ازاي نقدر نمشي بخطوات سريعة او قفزات عشان نقدر نمكن الصناعة المصرية من انها تلعب الدور المنوط بها انها تلعبه في الاقتصاد القومي. الصناعة الحقيقة معروف عنها انها هي تنمية مستدامة، يعني كل ما بنقيم مصانع دي بتستمر سنوات وسنوات في ضخ ناتج قومي، وفي نفس الوقت في تشغيل عمالة، وفي نفس الوقت الفائض بتاع هذه الصناعات بيتم تصديره، فهي بتحسن كمان ميزان المدفوعات بتاع الاقتصاد. فالهدف الرئيسي من هذا المؤتمر نعمل توصيات، التوصيات دي إذا استطعنا إن شاء الله نقنع بيها أصحاب القرار في الحكومة نقدر نوصل لنتيجة سريعة بسميها قفزات عشان نزود حجم الناتج القومي.